نيم اولمبيك ديجون وين شنا اولمبيك نيم اولمبيك وين فاز بالمباراه هدفين لصفر الدور الفرنسي للدرجه الاولى الجوله 23 وين كانت المباراه مباراه كانت شيقه شنا فيها اهداف شنا اهداف الشوط الاول اهداف الشوط الثاني وين ديجون ما بكل ثقه ليه من اجل تعديل من اجل التقليص والتعديل لكن بدون جدوى امام فريق اللي عرف كيفاش نقولوا بلي نيم اولمبيك عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاعو وين شفنا كيفاش ياسين براحو الذي سجل في الدقيقه الرابعه لنيم اولمبيك شفنا لونارو اللي اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 44 شفنا بيرنارد المدرب تاع نيم اولمبيك وين دخل بخطه 4-2-3-1 شفنا كيفاش المدرب تاع ديجون اللي دخل بخطه 4-1-4-1 يعني كانت المباراه وخاصه المدافعين اللي لعبوا دور كبير شفنا غيتان شفنا كيفاش لويك شفنا بابلو شفنا فالوني شفنا لوكاس يعني شفنا زين الدين فرحات ياسين براحو شفنا رومان يعني اللي خرج في الدقيقة 78 دخل مكانه لامين فومباما يعني كانت شنا الفارد من جانب لي ديجون شنا فؤاد شفيق شنا بيرناو ويسلي شنا يعني كانت رومان ياسين بنزية جوردان ياسين بنزية جوردان شنا يعني كانت ساتيفي مانير يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراة هي كانت تمشي في صالح نيم أولمبيك يعني شنا كيفاش كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة وين أغلب الوقت وين كانت المباراة تدور في وسط الميدان ما بين خاصة وين كانت المباراة مغلوقة نقولوا كانت مغلوقة وشنا حرب في وسط الميدان شنا كيفاش نيم وين قعد محافظ على النتيجة ديجون ما بكل ثقة في الشوط الثاني لكن بجدوى أمام فريق بدون جدوى أمام فريق عرف كيفاش يغلق كل منافذ كل مساحات امام مهاجمين تاع ديجون هذه هي المباراه اللي كانت في الجوله 23 الدور الفرنسي الدرجه الاولى نيم اولمبيك هدفين ديجون صفر سعيد